সো বেসিক্যালি খুব ডিফিকাল্ট, আমি একবার আসলে এমনি পড়ি কারণ আমার একটু কষ্ট হইতেছে অনেক, এটা ডিসাইড করতে মনে হয় নাই, অনেক জাহানে ঢুকে নাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصول ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم عين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق محتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المكذبون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون
ذهبوا إلى أهلهم أهلهم انقلبوا فكهين وما أرسل عليها حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل في الكفار ما كانوا يفعلون إذا ما عديك ها جهجك فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قالوا هذا الذي كنتم
يسقون من رحيق مختوم